ومن موقع الحدث ينضم إلينا من هناك الزميل مهدي سليمان. مهدي، كيف هي أجواء الاحتفال لديك هناك؟ نعم دعاء، نحتفل اليوم باليوم الوطني السعودي، اليوم الميمون 92. نبارك للقيادة والشعب السعودي هذا اليوم، هذا الرخاء، هذا النماء، الازدهار الذي وصلت له المملكة العربية السعودية. اليوم الإمارات خضراء، الشعب العربي والخليج اليوم يكتسي باللون الأخضر. هنا في قصر الإمارات نحتفل مع سفارة المملكة العربية السعودية بهذا اليوم الميمون. معنا حاليا معالي السفير تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية. يا ليت لو تكلمنا عن هذا اليوم وهذا الاحتفال خاصة في دولة الإمارات. أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل وبكل السادة والسيدات المشاهدين. الحقيقة أننا لا نحتفل اليوم بوصفنا سعوديين فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، بل نحتفل نحن وأهلنا بالإمارات وإخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة أنهم يعني غمرونا بتهنئتهم قبل أسابيع وليس أيام، وجللت هذه التهاني والتبريكات بالتغريدات التي كتبها صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، وباركوا فيها لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي أجمع. عاجزون الحقيقة عن أن نتحدث عن فيض هذه المشاعر التي نعيشها، التي غمرنا بها أهلنا في الإمارات وأخواننا في الإمارات. والحقيقة أننا نعيش ميزة نحن السعوديون هنا، أننا نحتفل بيومنا الوطني مرتين، في ديسمبر باليوم الوطني الإماراتي وفي سبتمبر باليوم الوطني السعودي. فلعل هذا من المفارقات التي لا تحدث لكثير من الشعوب. يعطيك العافية سعادة السفير تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، شكرا جزيلا لك لهذه الكلمات. إذا أحبتنا نعود إلى دعاء في الاستوديو، وما زالت الاحتفالات باليوم السعودي 92 مستمرة. شكرا لك الزميل مهدي سليمان ولضيفك السفير، شكرا لك.